أهم شيء بالنسبة لنا أو لبلد لديها رؤية طموحة بأن تكون هي مركز التقنية والمعلومات في الشرق الأوسط، إنه شيء يتعلق أيضا بهاكاثون، هو يجمع سويا لمدة 40 ساعة أو مهما كانت المدة التي سوف نجتمع مع بعض هنا، هي تعمل على توطيد عرى الصداقة. ونحن هنا كما نرى هنا من جميع أنحاء العالم الأشخاص، من المهم بالنسبة لبلد مثل المملكة العربية السعودية العربية لديها رؤية طموحة وقيادة هذا البلد لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وهي هناك دروس يمكن أن نستفيد منها في هذا البلد. وكما تعلمون جيدا أن النفط لن يستمر للأبد، وعندما نفكر في تنويع الاقتصاد اقتصاد قوي، فإن الرخاء والنماء ينتشر في المجتمع، وهذا ويجعل المملكة بلد قيادي ما بين دول العالم. ونحسن الخبرة، خبرة الزوار الذين يأتون إلى الحج. هذا موضوع في غاية الأهمية، لأن وادي السلك لم يفكر فيه مطلقا، وعلينا نفكر لا نفكر فيه على إدارة فعالية بصفة عامة، ولكن كما قلت التقنية محلية، وهو شيء رائع وهو شيء رمزي. لا أحد من أي مكان خارج المملكة العربية السعودية يمكن أن يفهم ما هي احتياجات المملكة. لذلك أهنئكم من صميم قلبي على جميع الفرق التي بدأت الآن، وأتمنى لكم حظا طيبا.